اليوم كانت اكسبيريونس زوينه بزاف، تعلمت منها بزاف الحاجات وعرفت شنو هو الميتي ديال الموديل مساكن كيبقى واقفين شحال من ساعه. سي با هيلو جايز، مرحبا بكم معايا في فيديو جديده. اليوم غيكون ان فلوغ ان بو سبيسيال باسكو اليوم غادي ندير شوتينغ. كنت دويت لكم عليه شحال هادي قبل مون انيفيرسير واخيرا كتاب. من ديما وانا باغا ندير هكا دي فوتو بروفيسيونيل. الا مابونين عندي في انستغرام راه غادي تشوفوا شحال كنتصور، دونك كيعجبني بزاف التصاور، ولكن سي لا بروميير فوا اللي غادي ندير تصاور برو في ان ستوديو مع فوتوغراف وداكشي كامل. صراحه جو سوي ستريسي ان بو، ماي سوشيال انكزايتي كتخرج في هاد الاوقات هادو، ولكن واخا هكاك حنا غنتحداو كلشي وغادي نمشيو باسكو جي vraiment envie ندير هاد ليكسبيريونس هادي. غادي نمشي نتماكيا، نقاد شعري، غادي نشوف شي اوتفيت، ندي معايا شي اوتفيت اخرى، هذا مشكل اخر، ما عرفت شنو غادي نلبس، ما عرفت شنو غادي ندي. المهم الماكياج يكون مزيان. غادي نفلوغي لكم بيان سور النهار كله، نصور لكم فاش غنكون تما. هو فاش غادي نمشي لتما ما غنهضرش بزاف حيت غنكون حشمانه ومستريسه، ولكن غنحاول نصور لكم لقطات تمايا. دونك دابا غادي نوض ندير الماكياج، مازال ما عرفت شنو غندير في الماكياج، غادي نجي وندير. هو اللي عارفه باغا لو تان يكون مزيان والعينين باغا ان بو دي كولور خفاف. هو غادي ندير بزاف لي زيتاب مي لو روندو فينال ما يجيش، ما بغيتش ندير شي لون مجهد. دونك ليتس جو. غندير دابا ما كريم هيدراتونت، ما غاديش نوريكم الماكياج اون ديتاي باسكو انا براسي دابا مازال ما عارفاش شنو غندير. يلا غادي نشوف ونجرب. دونك غادي نديركم نتوما في لاكسيليغي غتشوفوا شنو كندير، غير هو ما غاديش نشرح لكم. ونتلاقاو جوست ابري ما نسالي الماكياج. هذا هو الماكياج اللي درت، باقي لي الغوج على فغ والهايلايتر. قلت حتى الاخر ونديرهم باش ما يتخسروش ليا. انا هي هذيك اللي قلت لكم في الاول غادي ندير شي حاجه خفيفه، انا واقيلا ما كنعرفش شنو هو المعنى ديال الخفيف، بغيت ندير خفيف وانا ندير هادشي المصباح وانا نستامبي باش نخفف منه. هذا هو اكثر حاجه خفيفه قدرت ندير. قلت عاوتاني في ان ستوديو كيكون الضواو بزاف هادشي ما غاديش يبقى يبان مجهد، ما تفهمها منين جاتني، عمري تصورت بدوك الضوا، ولكن كنقول ارنو غادي نصوب دابا شعري ونرجع لكم. We'll be right back.
دونك دخلت للدار نتغدى ونرجع نهضر معكم. كنمشيت للشوتينغ بلا غدا ويمكنش تخيلوا على جوع فيا دابا. هذه 7:30 انا يلا وصلت للدار دونك عطوني واحد 10 مينوت ناكل فيها and I will be back. Hello back. اوف على عيا فيا اوف ما يمكنش يدي دابا باش نشد التليفون كترعد. المكياج باقي شاد. عجبني المكياج اللي درت من شحال هادي وانا باغا ندير ان شوتينغ من شحال هادي ما يمكنش تخيلوا. وديما كنقول تال من بعد وهاد العام مون انيفيرسير قلت صافي الانيفيرسير ديالي غادي ندير ان شوتينغ نشوف شي فوتوغراف نتصور. هذا ديما تصاوري كيكونوا غير في انستغرام وفي الاخر كيمشيو ليا. غنديروا على لوكازيون ديال مون انيفيرسير نلبس اون روب وندير دي بالون داكشي وحلوه زعما لو تيم ديال انيفيرسير. مي في الاخر ما شريتش كسوا. دابا كتاب ابري كلكو جوغ من مون انيفيرسير. شحال دات دابا ابري اون سيمين من مون انيفيرسير كتاب انه ندير ان شوتينغ. راه حسيت تري فاتيغون ديري على عيا فيا دابا باينه فيا واقيله. واخا هاد المكياج كله عمري الصراحه كنت كنتخيل لي شوتينغ دايرين بحال هكا فاتيغون لهاد الدرجه هادي. كان كيحسب لي الواحد كيعيا وانا كنت لابسه واحد لي طالون عياوني في الاخر كيصورني كيقول لي وجهك زوينه كنقول ليه ما عرفت صافي عجباتك خليها ما عجباتكش حيدها حيت ما بقيتش قادره. في الاخر صافي عييت ومشيت بلا غدا. تخيلوا معايا يلا دابا كليت مشيت بلا غدا من الفطور ديالي ديال 9 الصباح. غنحط لكم انستغرام ديالي هنا. ما عرفتش نهار نحط لكم هاد لا فيديو واش غيكونوا وصلوني التصاور ولا مازال. لو وصلوني وانا كندير المونتاج لهاد لا فيديو غادي نحطهم لكم دابا شي شويه. الا وصلوني معطلين شي شويه غادي تلقاوهم في انستغرام. انا نكتب لكم انستغرام ديالي هنايا غتلقاو فيه كاع التصاور ابري وصافي سيتي كول. واخا الصراحه بوغ ايتغ اونيت افيك فو ما كنتش مرتاحه ما كنتش اليز كنت حشمانه بزاف وكنت مزيره بزاف وانا كنتصور بزاف ولكن شكون كيصورني واتاتي ولا صاحبتي صافي. هادو هما الناس اللي كيصوروني وكنرتاح وكنقدر نبان زوينه قدامهم. فيما كيصورني شي حد اخر من غير هاد الناس هادو كنبان دابا انا كيحسب راسي راه كنضحك وانا دايره بحال هاد البنات هادو. مي بون سيتي اون اكسبيريونس اكسبيريونس زوينه باسكو سي لا بروميير فوا نجرب شوتينغ نصور هكا دي فوتو بروفيسيونيل. ديما كنت باغاها من ديما وانا باغا نصور وما كنزعمش لونكسيتي ديالي كتحبسني شويه. هاد المره هادي تحدينا لونكسيتي ديالنا ومشينا. عجبني الحال انه تحديت راسي ومشيت واخا اوفر تينكيت بزاف. المهم انا دابا جيسبيغ انه التصاور يخرجوا زوينين ويكون غير راسي كيخيبهم ليا باسكو انا حاسه براسي كنت شويه مع نظف التصاور كنت شويه ولكن جيسبيغ انه يكونوا شي وحدين اللي يسقوا اللي زوينين. اليوم كانت اكسبيريونس زوينه بزاف تعلمت منها بزاف الحاجات وعرفت شنو هو الميتيه ديال الموديل مساكن كيبقاو واقفين شحال من ساعه. سي با فاسيل صراحه صعيبه بزاف. كيفاش جاتكم لا فيديو؟ الى عجبتكم راكم عارفين شنو غديروا خليو لي لي لايك ولا ما عجبتكمش خليو ديسلايك سي با غاف. خليو لي لا فيديو ديالكم في لي كومونتير. ما تنساوش تابوناو اكتيفيو لا كلوش باش توصلكم نوتيفيكاسيون فيما نحط شي فيديو ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديده. باي باي.